السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كروشيدار فالكروشي والأعمال اليدوية. اليوم إن شاء الله فكرة جديدة أنا عجبتني وبغيت نشاركها معكم. نتمنى أن الفكرة تعجبكم وتلقكم وتقدروا تطبقوها بسهولة. ولا عجبتكم الفكرة ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة إلى مازال ما شاركتوش معايا، وما تنساوش اللايك ولي كومونتير ديالكم. مرحبا بالتساؤلات ديالكم، مرحبا بالاقتراحات ديالكم، اهلا وسهلا. على بركة الله غادي نبداو باش نصاوبوا هذه الكبة. هذه اللي غادي نخدموا بها. غادي نحتاجوا لاشياء بسيطة جدا. انا كانت عندي اكياس مستعملة بحال هذا النوع هذا، غادي نقطعها وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تقطعوها وتركبوا بها بحال هاد الكبه هذه باش تخدموا بها. ولا ما كانش عندكم متوفر هذا النوع هذا من الاكياس، اي نوع من الاكياس بحال مثلا هذا الخمول، مثلا هذا الاكياس اللي متوفره عندكم في البيت ديالكم كتكون بواحد الكميه. الطريقه كيفاش غادي نقطعوا هاد الكيس هذا، غادي نشدو على هاد الشكل هكذا، غادي نقطعو بالمقص على هاد الشكل. ما نحتاجوهاش، نقطعو. غادي نحسبو شحال عندنا مثلا عينا ميزاننا، غادي نعبرو ب 1 سنتيمتر مثلا. غادي نحاول انني نجيبها بالسمك ديال هاد اللي كنت ديجا قطعتها، نقطعو بهذا الشكل هذا. بغيتو تغلضو ماشي مشكل بهاد الطريقة هادي، تبقاو غاديين على هاد الطريقة حتى تكملو الكيس ديالكم كامل. انا استعملت في هاد الكبه هادي 10 ديال الاكياس، وانتم غتبقاو غادي تخدموا وتشوفوا. الا كنتو محتاجين الاكثر غتخدموا، غادي تزيدوا تقطعوا بحال هاد الطريقه اللي وريتكم. غتوفروا على هاد الخيط هكذا، غادي يكون مقفول. غادي تشدو الاخر حتى هو غتحلو تفتحوه. هاد الزياده هادي غادي تقطعوها باش ما تكون عندكم نقيه. غتوفروا على هاد الجوج، غادي تشدو هنا هادو هما، غادي نشدو هذا بهاد الطريقه. غادي نجمعوهم بحال هكدا، غادي تكون واحد العقدة في الوسط. غادي نشدو الدائرة الأخرى، غادي نقطعو هاد الزيادة بطبيعة الحال، كاين لي فيهم كاين لي مفيهمش. هنا غادي نشدوها حتى لهاد الجهة وغادي نخدمو بنفس الطريقة. غادي نجبدو هكدا، حنا حصلنا على خيط شحال ما زدتو شحال ما طوال. غادي نعاود مرة أخرى، كنتمنى تكون الفكرة
واضحة. وغادي نخدمو نشدو هنا هاد الحلقة فوق هاد الحلقة هادي بهاد الطريقة، وغادي ندخلو هادي هنايا. نحاول أنني نبسط لكم الفكرة باش تكون أكثر وضوح، وغتبقاو غاديين على هاد الطريقة هادي حتى كتحصلو على واحد الخيط اللي هو طويل بحال هذا. كنديرو كفو، وحتى هذا غادي نضيفوه هاد الخويط اللي زدناه غادي نزيدو هنايا باش هو نخدمو به هكا. ها حنا حصلنا على هاد الكوبا هادي. بسم الله غادي نبداو، غادي نصوبو سلة مربعة بواحد الطريقة اللي هي جد بسيطة. كبداية كما موالفين الخيط غادي يكون هكذا، غادي نشدو هنايا، غادي نخدمو سلسلة. وكنسبق لي قدمت درس ديال السلسلة ودرس ديال عمود وديال غرزة حشو في البداية، غادي نخليكم الرابط لتحت ان شاء الله. بالنسبة للسلسلة انا غادي نخدم لكم سلة صغيرة كنموذج، تقدروا توسعوا كانت بغيتوا تحصلوا عليها على سلة اكبر تقدروا تحصلوا عليها. بغيتوا تحصلوا على هاد بحال هاد الطريقة هادي كيف ما بغيتو. وبغيت نذكركم بالنسبه اللي ما بغاش يستعمل هاد مثلا هاد الاكياس هادي، يقدر يستعمل واحد الخيط اللي هو غليظ بزاف. وبالنسبه للكروشي، الكروشي كيصغر وكيكبر على حسب الخيط. بحال دابا هذا استعملته الرقم ديالو 6 على حسب السمك ديال الخيط. من بعد ما حصلنا على انا بغيت ما بغيتش نكبرها بزاف، بغيت نديرها غير صغيره. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره، عشره غادي نخدمو هنايا جوج ديال السلسله، وموراها في الثالثه غادي نخدمو غرزه عمود. هي هاد الفكره هادي حتى بالنسبه للاكياس تقدروا تستغلوها، الاكياس المستعمله اللي كتكون عندكم في البيت تستعملوها وتخرجوا منها شي حاجه اللي تقدر تفيدكم في الدار. سليله هكذا تحطوا فيها حويجاتكم، مثلا تحطوا فيها البورتابل ديالكم، شارجر، الاكسسوار، كل واحد علاش غادي يحتاجها. بقاو غاديين بغرزة بهاد الغرزة هادي، نحصلو على هاد الخدمة هادي. غادي نقلبو العمل ديالنا، غادي نخدمو جوج ديال السلسلة وغادي نمشيو للثانية. غادي نبقاو غاديين على هاد الخدمة حتى نحصلو على مربع. وسبق لي قلت لكم بالنسبة لي ما كيعرفش هاد الغرزة هادي يقدر يرجع لتحت لا فيديو، غادي يلقى الرابط بطريقة مفصلة ان شاء الله.
غادي نكمل المربي بهالطريقه هذه، وغادي نرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. من بعد ما حصلنا على هذا المربع، المربع فيه 10 سنتيمتر بحال هذه الجهه بحال هذه الجهه، غادي نكملوا الخدمه ديالنا هنايا في هذا القنت هذا، غادي نخدموا جوج ديال السلسله هنا في هاد الجهه، غادي نخدمو جوج ديال غرزة عمود في الفراغ الموالي، غادي نخدمو جوج ديال غرزة عمود نفس الشيء هنا جوج ديال غرز عمود هنا نفس الشيء عفوا جوج ديال غرز عمود هنا في هاد الجهة هنايا هنا في 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 القنت غادي نخدمو 4 ديال غرز عمود نتمنى الفكره تكون واضحه باش تقدروا تكملوا السله ديالكم تجي زعما كيجي العبر هو هذاك هنايا هنا خدمنا هنا جوج 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 غادي نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لا 8 هنا عندكم 8 في الوسط وعندكم 4 في القنص هنا غادي نحاولوا نجيبوا 8 ديال البريد هنايا غتخدموا وحده فوق وحده وهنا في الوسط غتخدموا 4 هنا نفس الشيء في هذا الجهه المقابله لهذه الجهه غتخدموا جوج 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 8 هنا نفس الشيء عاوتاني غتخدموا هنا 8 وبيناتهم دائما غادي يكونوا 4 نظن الفكره راها باينه هنا غادي نخدموا 8 كل غرزه عمود فوق غرزه عمود لان الكروشي راه غير حساب الا ما حسبتوش وهذاك غادي تخرج لكم باش تخرج لكم الموديل هو هذاك غادي يكون دائما ان دافو غتضطروا انكم تفسخوا وتوليو تعاودوا من الاحسن انكم تحسبوا هادي عقده غادي دائما غادي نجيبوها في خلف الخدمه حتى من بعد نوريكم كيفاش غادي تخبيوها ملي ما حسبتش 1 2 3 4 5 6 7 8 من بعد هنايا في هذا القنص عاود غادي ديروا 4 1 2 3 4 وتبقاو غادي على هاد الطريقه هنا عاود خدمو 8 4 في القنص 8 حتى توصلوا لهنايا من بعد غادي نوريكم واش غادي ديروا انا غادي نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو وغادي نرجع ملي وصلنا لنقطة البداية فين كنا بدينا دوك جوج ديال السلسلة درنا على المربع كامل غادي نمشيو لهنايا لثاني سلسلة وغادي نخدمو فيها بايكولي باش نجمعو العمل ديالنا وغادي نحصلو على هاد المربع اللي غادي يبقى يتزايد هنايا العمل غادي يكون غرزة عمود فوق كل غرزة عمود ما كاين لا زيادة لا حتى شي حاجة غادي نبقاو غاديين حتى كنوصلو هنايا انا غادي نبدا معاكم
بهذه الطريقة، وغادي نمشيو هنايا للثاني غرزة عمود نخدمو فيها غرزة عمود. اللي قدامها نفس الشيء غرزة عمود، غادي نبقاو غاديين على هذه الطريقة هذه هكذا، ندورو على المربع كامل حتى نوصلو هنايا، غادي نكمل وغادي نرجع. من بعد ما كملنا لو تور كامل قفلناها بديك المايكولي، مشينا لهاد الجهه في الوسط خدمنا هاد اليد هادي، وغادي نخدم معاكم واحد اليد وحده اخرى باش نوريكم الطريقه اللي خدمت بها هاد اليد هادي. غادي ناخذ هنا الجهه المقابله هي هادي، وغادي ندخلو غادي ناخذ الخيط بهذه الطريقه، وغادي نخدمو 10 ديال سلسله، 2 3 4 5 6 7 8. مادام كملنا هاد 8 هادو، غادي نمشيو للمكان المقابل. من بعد ما كملنا هاد السلسله، كملنا 10 ديال السلسله قد هاد اليد هادي، غادي نجيو هنايا الجهه المقابله اللي هي هادي، وغادي نجرو الخيط ديالنا بهذا الشكل. غادي نلوي الخيط مره واحده، نخرج الخيط ديالنا بهذا الشكل. وحنا حصلنا على هاد السله هادي، تقدروا تزوقوها باي حاجه بغيتو. نجي هاد الوريضة هادي، تقدروا مثلا تزوقوا بها، تقدروا تخليوها بحال هكذا. هذا هو الشكل ديالها الاخير، وانا كنجي واقفه. كنتمنى تعجبكم الفكره، وكنتمنى انكم تطبقوها. وشكرا لكم على مشاهده الفيديو الى الاخير. الى اللقاء ان شاء الله، فيديو قادم باذن الله.